اهلا بكم جديد مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. دلوقتي اخر فقراتنا الحواريه هنتكلم فيها عن هيمنه مصر يوم الخميس اللي فات في الحصول على افضل يعني ثلاث جوائز مره واحده، افضل لاعب وافضل منتخب وطني وافضل مدرب، حيث حصل اللاعب الموهبه محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي على لقب افضل لاعب في افريقيا لعام 2017. أيضا حصل المنتخب الوطني لكرة القدم على أفضل منتخب وطني لعام 2017، وكذلك حصل المدير الفني للمنتخب الوطني المصري هيكتور كوفر على أفضل مدرب لعام 2017 في إفريقيا. هنتكلم عن الجوائز دي بصورة أكثر تحليلا وتوصيفا مع الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي بالنسخة العربية لموقع جول العالمي. أستاذ شادي صباح الخير وأهلا بك. صباح الخير وأهلا بحضرتك أستاذ شادي. خلينا نشوف الأول هذا التقرير مشاهدينا الكرام ثم نعود لنبدأ النقاش. The winner is محمد صلاح. بعد غياب لفترة طويلة اعتلت مصر منصة التتويج في جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم، فالفتى الذهبي محمد صلاح حصد الجائزة الأهم بين جوائز الكاف، أفضل لاعب في إفريقيا بعد غياب مصري عن اللقب طيلة 35 عاما عندما أحرزه محمود الخطيب نجم مصر ورئيس النادي الأهلي عام 1983. محمد صلاح أحرز اللقب ليكمل ثلاثيته من الجوائز السنوية بعدما حصد جائزة بي بي سي كأفضل لاعب إفريقي وأفضل لاعب عربي، وتقدم صلاح على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، بينما حل ثالثا الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند الألماني. وساهم صلاح بشكل كبير في قيادة منتخب الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتأهل للمشاركة في المونديال للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث سجل صلاح هدفين في مباراة حاسمة ضمن التصفيات أمام الكونغو عندما فازت مصر بهدفين لواحد، كما تألق الموسم الماضي أيضا مع روما الإيطالي وساهم في قيادته إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي بتسجيله 15 هدفا. وقد انتقل صلاح مطلع الموسم الحالي إلى ليفربول حيث قدم أداء متميزا مع الريدز، جعله يحل ثانيا بين هدافي الدوري الإنجليزي ب 17 هدفا. يأتي ذلك في الوقت الذي حصد منتخب أحفاد الفراعنة لقب الأفضل قاريا في 2017 مدعوما بإنجازات أبرزها التأهل إلى كأس العالم الذي تحتضنه روسيا خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بعد سنوات عجاف عمرها 28 غاب فيها العلم المصري عن المونديال. الأرجنتيني هيكتور كوبر استطاع أن يحقق طموحات أكثر من 90 مليون مصري في حجز تذكرة مع الكبار في مونديال روسيا، بالإضافة إلى تحقيق نتائج رائعة في كل المباريات التي خاضها منتخب أحفاد الفراعنة، إنجازات أهلته للفوز بجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء. حديث أكثر مع الأستاذ شادي نبيل نقد الرياضي بالنسخة العربية لموقع جول العالمي. أهلا بك مرة تانية أستاذ شادي. الأول تابعت يوم الخميس إزاي حفل توزيع الجوائز، وإيه اللي خلى مصر لأول مرة تحصل على يعني الثلاث جوائز للكاف مرة واحدة، أفضل لاعب وأفضل منتخب وأفضل مدرب؟ هو مصر فعلا يوم الخميس الشعب المصري كله وكل عشاق كرة القدم كانوا مستنيين الحفلة. مصر كانت مترشحة لأربع جوائز، الثلاث جوائز اللي احنا خدناهم زي ما حضرتك وضحت، وجائزة أفضل نادي في أفريقيا اللي كان مرشح ليها النادي الأهلي، لكن نادي الوداد المغربي هو اللي حصل عليها. تمام. طبعا 2017 دي سنة السعد لكل جماهير الكرة المصرية، وصول لكأس عالم، وصلنا كأس أمم بعد غياب ثلاث دورات عن الظهور فيها، بل بالعكس احنا وصلنا النهائي. الخسارة أمام الكاميرون في المباراة النهائية 2-1 زعلت طبعا كل الشعب المصري. صلاح هقول لحضرتك جايزة كوبر وجايزة أفضل منتخب حاجة وجايزة محمد صلاح حاجة تانية. ليه بقى حضرتك؟ دي الجايزة الأولى في تاريخ مصر بالمسمى الجديد
للجائزة. الجائزة كانت مسمى قديم من سنة 70 لحد سنة 94 كان اسمها فرانس فوتبول، ودي اللي حصل عليها كابتن الخطيب. احنا بس بنوضح عشان ايه نشيل اللغط في المنطقة دي. كابتن الخطيب حصل على جائزة أحسن لاعب في أفريقيا من فرانس فوتبول سنة 83. من سنة 92 حتى وقتنا الحالي الكاف هو اللي بقى بيقدم الجائزة بنفسه. مفيش أي لعيب مصري يعني اترشح ليها غير محمد ابو تريكه في 2008 وحصل على المركز الثاني بعد اديبايور التوجولي. محمد صلاح ده اول ترشيح ليه. كل اللي هو يوصل للترشيح ويحصل عليها بعد الموسم الاستثنائي ليه او السنه الاستثنائيه ليه، دي حاجه يعني كانت طبيعيه وكانت منتظره من كل جماهير الكره المصريه. طيب عايزين نعرف اليه الاختيار، مين اللي بيرشح ومين اللي بيختار افضل لاعب وافضل منتخب وافضل مدير فني؟ الاختيارات الاتحاد الافريقي في الاول بتبقى فيه زي قائمه اوليه بتبتدي يحصل لها فلتريشن، بتركز التركيز على اخر ثلاث لاعبين اللي هم كانوا في 2017 صلاح ساديو ماني واوباميان. الترشيح السنه دي او الاستفتاء او الاختيار بيبقى عن طريق جزء من الاعلاميين والمدربين الفنيين اللي داخل قاره افريقيا. بتتبعت قائمه فيها كل الترشيحات وكل مدير فني بيرشح احسن لاعب، احسن نادي، احسن منتخب، احسن مدير فني. السنه دي اول مره تحصل اللي هي اتفتح جزء منها بنسبه 5% للتصويت الجماهير. طبعا بلا اي صلاح اخذ 98% من ال 5% دولت. يعني صلاح على فكره في عدد النقاط اعتقد كان جايب 625 نقطه بفرق حوالي 110 او 120 نقطه عن ساديو ماني الثاني. اوباميانج كانت حظوظه منعدمه. الخوف كان بس في عارف حضرتك زي ما بنتكلم كده ايه الجزء المتعلق باللون يعني الافارقه. بس صلاح يعني قضى على النقطه دي قبل موهبته باخلاقه سلوكه مع كل الناس اللي اتعامل معاها، فبالتالي ما بقاش فيه الحساسيه اللي انا لا انا مش هديك صوتي، لا انت فعلا تستحق فبالتالي ممكن تاخد صوتي عادي. تمام. طيب برضو المنتخب الوطني ازاي احنا حصلنا على افضل منتخب وطني؟ ربما ده يكون سؤال رغم ان احنا ما فزناش ببطوله الامم الافريقيه اللي اقيمت في يناير 2017. الانتخابات المترشحه كان كل منتخب عنده حاجه حلوه وحاجه او ميزه او عمل انجاز وخفض في التاني. يعني الكاميرون ما وصلتش كاس عالم، اخذت كاس امم. احنا وصلنا كاس عالم، وصلنا نهائي كاس امم، فبالتالي خسرنا المباراه النهائيه بس عندنا نقطتين متميزين فيهم. نيجيريا وصلت كاس عالم بس اصلا ما كانتش متواجده في كاس الامم. فبالتالي بالنتائج وبالارقام منتخب مصر كان يستحق الجائزه. كانت برضو هي النقطه، هل المدربين الفنيين شايفين اداء المنتخب ازاي؟ المدربين الفنيين بيبصوا للنتائج وليس للاداء، لان احنا لو اتكلمنا على الاداء هناخد منحنى تاني خالص مع مستر هيكتور كوبر. وكنا اتكلمنا في حلقه قبل كده، مستر هيكتور كوبر ناجح بالارقام، ناجح بالجوائز، ناجح. 2017 بالنسبه له هو جه مسك منتخب ما بيوصلش لاي حاجه، حقق التارجت او المطلوب منه، وصلنا كاس امم، وصلنا كاس عالم، احسن مدرب في افريقيا باستفتاء الكاف. طيب عايزين نتكلم بقى على نقطه حصول هيكتور كوبر على احسن مدير فني في افريقيا لعام 2017. ربما لو الاستفتاء دوت اتعمل في وسط يعني عشاق الكره المصريه او جماهير الكره المصريه، كوبر مش هيحصل على يعني هذا او هذه الجائزه. ليه اسباب عدم قبول يعني كثير من الجماهير المصريه لاداء هيكتور كوبر في المباريات اللي لعبها المنتخب، ورغم كده حصل على جائزه افضل مدرب في افريقيا؟ هو مش قبول، هو عدم اقتناع. الجمهور المصري حضرتك احنا من فتره كبيره قوي ما كانش عندنا العدد ده من اللعيبه المحترفين، ما عندناش المواهب اللي تعتبر في كل خط انت عندك حاجه مميزه. فبالتالي لما يكون عندك التوليفه دي من اللاعبين او التشكيله دي وتلعب بالاداء الدفاعي البحت ده، طبعا جماهير الكوره عايزه اهداف وعايزه عدد. لما تيجي تلعب الكونغو في مصر عايزين نكسب 5 و6 في نقطتين، وحتى لو ما كسبناش لا برضو عايزين اداء يعني ادائنا يكون يعني مريحنا واحنا بنتابع الماتش. ما هو ده اللي الجماهير عايزاه. مستر هيكتور كوبر هو عنده قناعاته الشخصيه، ومن دي 1 اول ما جه مصر هو شاف القماشه اللي معاه او نوعيه اللاعبين اللي معاه، وشاف ايه الخطه المناسبه ليه اللي هو يقدر ينجح بيها. وزي ما قلت لحضرتك هو ناجح، ما يعني انت هتقول له ايه؟ يعني لما حد يجي ينتقده بتنتقد كلام، معلش ده الكلام اللي احنا بنقوله احنا بينا وبين بعض في القعدات الخاصه. ايه ده احنا نفسنا نكسب، نفسنا نلعب، نفسنا، لكن بتكسب وبتوصل ووصلت كاس عالم. الناس برضو بعد الطموح زاد بعد القرعه بتاع كاس العالم، معانا روسيا واوروجواي والسعوديه.
الطموح بقى ابتدى، لا ده احنا نلعب البرتغال في دور ال 16، لا مش عارف هنلعب مين. برضو فترة الإعداد بتاعت المنتخب اللي في شهر 3 والقائمة اللي هيختارها كوبر لكأس العالم، ده اللي هيبين لك برضو أن المدرب أو المدير الفني عنده قناعاته في اللعيبة نفسها وهيختار. مفيش أعتقد مش هيبقى فيه أي مفاجآت في القائمة. وكأس العالم بقى إن شاء الله هيبقى ده الفيصل بيننا وبين كوبر يا رب ان شاء الله. نتمنى التوفيق. طيب عايزين نرجع لمحمد صلاح تاني. ايه اللي يعني احنا شايفين محمد صلاح كل سنه عن السنه اللي قبلها بنشهد تقدم، وفعلا ما شاء الله لعيب يعني فعلا مصر ما شافتوش قبل كده. ايه ممكن تكلمنا عن مسيره محمد صلاح يعني من ساعه ما كان في المقاولين العرب ومراحل صعوده حتى وصوله الى ليفربول والحديث عن انتقاله لاحد الانديه الكبرى او انديه كبرى؟ محمد صلاح جماهير الكره المصريه تعرفه طبعا من مقاولين من 2010، كان في الاول مع منتخب الشباب وحصل على الميداليه البرونزيه مع اعتقد كابتن ضياء السيد ولعبوا كاس عالم، ظهر بمستوى اللي هو بتاع ناشئ. اختلاف محمد صلاح ممكن ما يكونش هو الاكثر موهبه في المنتخب ده او في الجيل ده، لكن العقليه اللي بيتمتع بيها والشخصيه اللي بيتمتع بيها محمد صلاح خلت في خلال 7 سنوات لاعب من بيلعب في نادي المقاولين وليس الاهلي والزمالك ينتقل لاعلى انديه اوروبا واعلى دوري في اوروبا، والناس كلها بتتكلم اللي هي نفسها تحصل على خدمات صلاح واللي هي توقع معاه. البدايه في نادي المقاولين من الناشئين في الدرجه الاولى بانت جزء من موهبه محمد صلاح. اولمبياد لندن 2012 بينت ان في حاجه، اللعيب ده عنده حاجه مختلفه. كنا بنلعب البرازيل فادوا برضو وجود أبو تريكا في أولمبياد لندن، وجود متعب ووجود أحمد فتحي، الثلاثي اللي دعم بيهم كابتن هاني رمزي المنتخب الأولمبي، الخبرة انعكست عليه بدري، وجوده مع المنتخب الأول. ونقدر نشكر في الوقت ده برضو من ضمن الناس مستر برادلي، بوب برادلي اللي كان المدير الفني لمنتخب مصر الأمريكي في تصفيات كأس العالم 2014، هو اللي منح الجيل ده لعيبة كتير جدا، حجازي وصلاح ونني ولعيبه كتير جدا من المنتخب بتاع الشباب ده، هم اللي كانوا بيلعبوا مع المنتخب الاول. انتقال صلاح والذكاء اللي هو ينتقل من المقاولين لبازل، مش نادي مش دوري كبير، الدوري السويسري دوري مش هنقول قريب من الدوري المصري لكن من الدوريات الاوروبيه اللي سهل تستمتع فيها وسهل تظهر فيها. طبعا في خلال بطوله اوروبا مع بازل جولين ولا احلى من في تشيلسي النادي المفضل ليه في التسجيل فيه في بيتر تشيك برضو. ابتدت الناس تسمع يعني ايه صلاح، ان الناس مش عارف تعرفه او ما تعرفوش، صلاح كان قريب جدا من الانتقال لليفربول في 2014 قبل ما يروح تشيلسي، كان خلاص يعني على اعتاب ليفربول عشان يعوض غياب السنه اللي هي ليفربول كانت بتنافس فيها على الدوري. مكالمه من سبيشال وان مورينيو حولت البوصلة تماما من الانفيلد لستانفورد بريدج. مورينيو مقتنع جدا بصلاح وامكانياته، بس مورينيو مش من المدربين اللي بتعرف تتعامل نفسيا مع اللعيبه، ده حاجه. الحاجه الثانيه ان هو عنده مشكله، عايز لعيب ينزل يلعب. صلاح كان عنده مشكله في الفينش، كان بيوصل للجول، مع ان اول ماتشات او اول ما راح تشيلسي جاب جول في الارسنال، كانت بدايه الكل تفائل خير بيها، لكن مورينيو ما صبرش عليه. محطة تالية فيورنتينا الإيطالي، أبدع في الدوري الإيطالي، الدوري الإيطالي قوي جدا عشان حضرتك عارف الخطط الدفاعية أو الدفاع المحكم للدوري الإيطالي أو كل الفرق الإيطالية، فبالتالي ظهوره والأجوال اللي أحرزها مع فيورنتينا برضو لفتت نظر نادي من أقوى أندية إيطاليا روما، تلعب جنب توتي، تلعب جنب ديروسي، نينجولان، بيانيتش. ظهر برضو صلاح. بص هقول لحضرتك على حاجه، صلاح العقليه والرغبه هو الدليل او هو اللي ماشي بيهم لحد دلوقتي. هو لعيب مهما حصل حاطط خطط لنفسه ومتاكد من اللي عايز يوصل له. 2014 صلاح رد على معجب من معجبينه بيقول له معلش قدام هتترشح للجائزه، قال له لا انا مش هترشح بيها انا هكسب بيها. بعد 3 سنوات كان على المسرح بيستلم الجائزه. ننتظر الكثير من صلاح. 2018 وكاس العالم ممكن تبقى نقطه تحول تاريخيه في المسار الرياضي او تاريخه او مشواره مع الكوره، لو ان شاء الله ربنا كرم صلاح في كاس العالم 2018
اعتقد الخطوه الجايه خلاص يعني هتبقى احنا ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح وللمنتخب الوطني ان شاء الله في كاس العالم منتصف هذا العام ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ شادي نبيل الناقد الرياضي بالنسخه العربيه لموقع جول العالمي، شرفتنا وصباح صباح الخير، متشكر جدا لحضرتك. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا الى ختام حلقه النهارده في هذا الصباح، بكره ان شاء الله حلقه جديده وفريق عمل جديد، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا والى اللقاء.